أم المؤمنين عائشة بهذا العبد وهذه القطيفة، وأمام الباب بعير كان يسقى عليه، هو كل ما زاد في مال خليفة رسول الله من تولي شؤون المسلمين. سبحان الله يا عمر، تسلب عيال أبي بكر بعيرا ناضجا وقطيفة لا تتعدى قيمتها 5 دراهم وعبدا أسود، لما لا تدعهم لعيال أبي بكر؟ يا عمر، ألا يكفي أن الصديق كان قد أوصى قبل وفاته بأرض له لبيت مال المسلمين لقاء كل ما أخذ من بيت المال كأجر أثناء خلافته؟ لقد أخطأت في اعتراضك يا عبد الرحمن، عمر صار خليفة الآن ولا يجوز أن تكلمه بهذه الطريقة. عمر إن غيرته الخلافة زادته تواضعا، والله لن أجد في تصرفه عيبا إلا وحذرته منه. لكن ما فعله حق، هذه وصية الصديق، هل كنت أقرب إلى الصديق من عمر؟ لا، وما قلت ما قلت إلا حبا ورأفة بأبي بكر وأهله، وقد صدق عمر حين قال رحمة الله على أبي بكر فقد أتعب من بعده تعبا شديدا. نعم، ما فعله الصديق سيعي عمر وكل من يتولى الأمر بعده. هذه الرسالة يجب أن تصل إلى أبي عبيدة بن الجراح. أما بعد، فإن أبا بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، فإن لله وإنا إليه راجعون. رحمة الله على أبي بكر الصديق العامل بالحق اللين الوادع الحكيم، وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد فقم بأمرهم الذي يحق عليك، ولا تقدم المسلمين إلى هلكة رجاء غنيمة، ولا تنزلهم منزلة قبل أن تعلم، ولا تبع سرية إلا في جماعة كبيرة من الناس. وقد أبلاك الله بي وأبلاني بك، فاغضض بصرك عن الدنيا وألهي قلبك عنها، وإياك أن تهلكك كما أهلكت من كان من قبلك. رحم الله أبا بكر، هذا الخبر سيؤثر في همة الجنود إذا انتشر بينهم. معاذ، لم يعرف أحد سواك. وخالد؟ لن أخبر خالداً بالأمر إلا بعد انتهاء المعركة، كي لا تحدث أي بلبلة في صفوف الجند. ألا ينوون التحرك هذا اليوم؟ ربما ينتظرون أن نبدأ نحن الهجوم. لن نمنحهم هذه الفرصة.
غريغوري، فليخرج إلي قائدكم. دعه لي يا خالد. بل أنا من سيخرج إليه. أتسمح لي أيها القائد؟ عليك به. ثم إني وليت أموركم أيها الناس، فاعلموا أن تلك الشدة قد ضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي، ولست أدع أحدا يظلم أحدا أو يتعدى عليه. وإني بعد شدتي تلك أضع خدي لأهل العفاف وأهل الكفاف. ولكم علي أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذوني بها. لكم علي ألا أجتبي شيئا من خراجكم ولا مما أفاء الله عليكم إلا في وجهه. ولكم علي إذا وقع بين يدي ألا يخرج مني إلا في حقه. ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى وأسد ثغوركم. ولكم علي ألا ألقيكم في المهالك ولا أجمركم في ثغوركم. وإذا غبتم في البعوث
فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم. فاتقوا الله عباد الله، وأعينوني على أنفسكم بكفها عني، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيها الناس، لا تستعظموا هذا الوجه. إنا قد فتحنا ريف فارس وغلبناهم على خير الشقي السواد، ونلنا منهم واشترأنا عليهم وشطرناهم أيضا. هلموا إلي لحرب الفرس. أيها الناس، إخوانكم في العراق في ساحات الجهاد ينتظرون منكم العون، لا تخشوهم، والنصر عليهم قريب بإذن الله. عبد الله بن عباس، الحمد لله أني رأيتك اليوم. لا تبتئس يا رجل، الناس هنا لا يحبون محاربة الفرس لشدتهم وضراوتهم. لا، هذا وهم، والله إنهم أوهن مما تظنون. لقد خبرتهم، جالدتهم لأعوام، قتلت العرب والعجم في الجاهلية والإسلام. والله لمئة من العجم في الجاهلية كانوا أشد علي من 1000 من العرب، ولمئة من العرب اليوم أشد علي من 1000 من العجم. أنت تقول هذا لأنك خبرتهم، لكن الناس هنا لم يخبروهم، لذلك هم دائما في خوف شديد منهم. 3 أيام وعمر ينتدب الناس للمسير إلى العراق ولا أحد يستجيب. هون عليك، تذكر قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المخرج موجود، لقد أوصى به الصديق الفاروق قبل وفاته. أوصاه أن يسمح لأهل الردة ممن حسن إسلامه
المشاركة في الجهاد. يا ابن عباس، ما من أحد يجهل قدرك عند الفاروق. كلم، حاور، لعل الفرج يكون على يديك. من أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب، سلام عليكم. فإنا نحمد الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإن عهدناك وأمر نفسك لك مهم، وإنك يا عمر صرت وقد وليت أمر أمتي محمد، أحمرها وأسودها، يقعد بين يديك العدو والصديق، الشريف والوضيع، الشديد والضعيف، ولكل عليك حق، وحقه من العدل. فانظر كيف تكون يا عمر، والسلام عليكم. بارك الله خطواتك يا خالد أينما حللت. قدتنا إلى نصر عظيم سيتغنى به المسلمون أبد الدهر. يغفر الله لك. أتاك كتاب عمر بن الخطاب بالولاية ولم تعلمني، وبقيت تصلي خلفي والسلطان سلطانك؟ وأنت يغفر الله لك، ما كنت لأعلمك ذلك حتى تعلمه من غيري، وما كنت لأكسر عليك حربك. لا سلطان الدنيا أريد ولا للدنيا أعمل، نحن أخوان يا خالد، وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في الدين. هذا كتاب عمر. خليفة خليفة رسول الله، لن يقف الأمر عند عمر، بل سيطول إذا ما شاء الله، ولابد لنا من اسم نجمع عليه. سمعت أنه أطلق على نفسه لقب أمير المؤمنين، فقد قال أنتم المؤمنون وأنا أميركم. الحمد لله أن حسم هذا الأمر، ما أرى الناس إلا منشغلين بلقب ابن الخطاب، أهو ملك أم خليفة؟ ممن الرسالة؟ من الفاروق. كنت قد أرسلت إليه أسأله هل نبدأ بدمشق أو بفحلة في الأردن؟ اسمع الجواب. أما بعد فابدأوا بدمشق، فإنها حسن الشام وبيت مملكتهم، وأشغل عنكم أهل فحل، فإن فتحت فحل قبل دمشق فذاك الذي نحب، وإن تأخر فتحها حتى يفتح الله دمشق فلينزل في دمشق من يمسك بها، ودعوها، وانطلق أنت وسائر الأمراء حتى تغيروا على فحل، فإن تم فتحها فانصرف أنت وخالد إلى حمص، ودع شرحبيل وعمرا بالأردن وفلسطين، وليكن أمير كل بلد وجند على الناس حتى يخرجوا من إمارته. ألم ترنا على اليرموك فزنا كما فزنا بأيام العراق، وعذراء المدائن قد فتحنا، ومرج الصفر بالجرد العتاق. فتحنا قبلها بصرى وكانت محرمة الجناب لدى النعاق، قتلنا الروم حتى ما تساوى على اليرموك معروق الوراق. هذا الشعر لنا. هذا القعقاع بن عمرو التميمي، صار أهل المدينة يتناقلونه إعجابا ببطولته، هو يحفز النفوس للالتحاق بكتائب الجهاد. عسى أن يكون معينا لنا في ندب الناس إلى حرب الفرس. ألم يستجب أحد؟ إنه اليوم الرابع لدعوة الناس إلى حرب الفرس ولا أحد يستجيب. لقد برقت عينا الفاروق أملاً وهو يحدثني عن هذا الانتداب. أسأل الله أن يدفع الخوف عن قلوب المسلمين، ليرفعوا الذل عن أهل العراق، فأهل العراق مستضعفون في الأرض، وهم بحاجة إلى دين الله كي نخرجهم من ذلهم، والله وعدنا بالنصر. ولا إله إلا الله. هلموا إلى المسجد يا معشر المسلمين، أمير المؤمنين يطلبكم إلى المسجد.
أين المهاجرون عن موعود الله عز وجل؟ سيروا في الأرض التي وعدكم الله في الكتاب أن يورثكموها، فإنه قال: ليظهره على الدين كله، والله مظهر دينه ومعز ناصرة ومولي أهله مواريث الأمم. أين عباد الله الصالحون؟ أنا لها يا أمير المؤمنين، أنا أبو عبيد الثقفي. من أراد الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته فليلحق بي إلى المعسكر. الله أكبر. الله أنا سعد بن عبيد القاري، هلموا إلي يا معشر الأنصار، جنان الخلد تنتظر قدومكم. وأنا صليط بن قيس، ألا وإني وهبت نفسي لله، أنا ومن أجامدي من بني عمي ومن اتبعني. الله أكبر. هل تلحق بي إلى المعسكر؟ الله أكبر. لم نلقى في طريقنا إلى دمشق أي مقاومة تفتح. اتكل الروم على أهل القرى في التصدي لنا بعد أن أشبعوهم قهرا وإثما. كيف يدافع مقهور عن قائد؟ يبدو لي أن دمشق قد استعدت لحصار الروم. يبدو لي ذلك. أسوار دمشق من أمتن الأسوار، وقد تحضرت لحصار طويل. هم يراهنون على نفاد صبرنا، ونحن نتكل على الله. نحن على أبواب الشتاء، وشتاء دمشق قاس وقارس، لم يعتده ولم يعرفه جنوده. الروم هجروا مبانيهم وقصورهم في الغوطة، سنجعلها مأوى وملجأ لجنودنا من شتاء دمشق، يتناوبونها أسبوعيا. نوزع أنفسنا أولا على أبواب دمشق ونشدد الحصار عليها. أنا سأتولى باب الجابية، وأنت يا خالد الباب الشرقي. لي طلب أرجو أن يلبى. ما هو؟ أحتاج القعقاع ومذعور بن عدي ليكونا معي على الباب الشرقي. لك ذلك. سيتولى عمرو بن العاص باب توما، وشرحبيل باب الفراديس، ويزيد الباب الصغير. ولنتوكل على الله. يا أبا عبيد، اسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشركهم في الأمر، ولا تجتهد مسرعا بل اتئد. إنك تقوم على أرض المكر والخديعة، فاحرز لسانك ولا تفشين سرك، فإن صاحب السر إذا لم يضبطه كان في مضيعة. إلى أين؟ إلى العراق. المثنى قليل الرجال كثير الأعداء، وقد أمر أمير المؤمنين بإرسال المدد إليه. أمر أبو عبيدة باللحاق. بعد أوامر أبو عبيدة ليس هناك من أوامر ومطر. سأخذ مطر معي. هل تمانع؟ هل أمانع مطر؟ أولي عاصم كل الرعاية والاهتمام يا مطر. أوصه بيك، لا توصه. فمن يندو تحت جناح أبناء عمرو التميمي لا يخشى أحدا. بارك الله فيك. تحركات الفرس لا تدعو إلى الاطمئنان. لقد وحدوا صفوفهم وبعثوا إلى الدهاقين كي يثوروا، ودسوا رجلا في كل رستاق يحرض أهله على الثورة. نحمد الله أن أمير المؤمنين سمح لنا في استعمال من تاب من أهل الردة، وإلا شاب أمرنا الوهن والفتور. ما وراك يا فرات؟
هل من أخبار سيئة؟ الفرس أرسلوا جابانا لقتالنا ونرسيا إلى كسكر. أين أمير الجيش أبو عبيد الثقفي؟ في خفان، علينا اللحاق به فالأمر خطير. هيا. البرد قارس والرياح تحمل رذاذا يلسع الوجوه وينخر العظام. سمعنا عن برد الشام ولكننا لم نجربه، إنه أقسى بكثير مما سمعنا. لأن الله في عون رجالنا، طال الحصار وطالت ألمه. إنها النمارق، وهي خير مكان للمواجهة مع جابانا ومردنشاة. أتعرفهم بالاسم؟ يعرفونني أكثر مما أعرفهم، وأرجو من الله أن ينصرنا عليهم. طال الحصار والجنود فترت همتهم، البرد يسقمهم والانتظار يضنيهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجو. ولكنهم في ديارهم ومع أهلهم، أما نحن في العراء تحت البرد والمطر. هم محاصرون ونحن من يحاصرهم. ما نحتاجه هو الصبر. هم يراهنون على نفاد صبركم، فلا تنصروهم على أنفسكم. ما أنباء عمارة في فعل؟ شق الروم الترعة من بحيرة طبرية وسلطوا مياهها على الأطيان المحيطة بفحل. يعاني عمارة من صعوبة التحرك بسبب الأطيان والمستنقعات. هل حاصروا فحل؟ نعم، لكن الإمدادات تتوالى من الروم، ولهذا لم يتمكن عمارة من فتحه. هلا غيرت مكانه؟ قد يؤذي المارة. والله ما أغير موضعاً وضعه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أتدري مما أخاف يا أبي؟ مما؟ أخاف على الصحابة، إنهم حرص حصين نتقوى بهم على فقدان النبي عليه الصلاة والسلام. لن يجود الزمان بمثلهم يا ولدي، لن يجود. البارحة دخلت على أمير المؤمنين فوجدته يدلي يده قرب النار وهو يقول: يا ابن الخطاب، ألك على هذه صبر؟ فإن لم يكن لك على هذا الصبر، كيف تصبر على نار الآخرة؟ يا بني، إني أرى أمير المؤمنين يقربك ويخلو بك ويستشيرك في مجلس لا يدخله إلا كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فاحفظ عني ثلاثا: اتق الله ولا تفشين له سرا مهما صغر، ولا يجربن عليك كذبة قط، ولا تغتابن عنده أحدا أبدا، واعتصم بالصمت ولا تتحدث إلا إذا طلب منك ذلك. من يتحدث كثيرا يخطئ كثيرا. لعمري وما عمري علي بهين، لقد صبحت بالخزي أهل النمارق بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم يجوسونهم ما بين درتا وبارق. عاصم بن عمرو التميمي جزاه الله كل خير، لاحق فلولهم حتى أضناهم. كم كنت أود لقاء نرسيا في أرض المعركة، لكنه هرب مع قائد جنده. خزائنه عامرة وغلاله وفيرة، ومع هذا يترك رعيته في فقر مدقع. كان يحتكر كل شيء لنفسه ولكسرى، حتى شجر النرسيان كان يحتكره ويمنعه عن الرعية. والله لن أحتكر شيئا لنفسي ولا آكل إلا مما يأكل الجند.
خرج لي غلام في الليل إلى خيبر فضربه يهود بني الحقيق حتى أدمر. كثرت آذيتهم وقل خيرهم، يقبعون وسطنا كالخنجر في صدرنا. أين أمير المؤمنين؟ يطهو الطعام لكم. أمير المؤمنين يطهو الطعام؟ وقد انتهى منه، سيأتي حالا. أليس لديه من يساعده؟ يا أمير المؤمنين، لو صنعت لنا كل يوم هذا فأكلنا عندك وتحدثنا. وصلت غنائم العراق، وبشرنا رسول أبي عبيد الثقفي بانتصار المسلمين في النمارق والسقاطية وباروسما. قال رسوله إن الجيش متجه للقاء جيش فارسي كبير يقوده أحد أشهر قادتهم بوهمان جاذوي، ولقد طلب منا رسول أبي عبيد الدعاء للمسلمين، فلقد تركهم لا يفصل بين الجيشين سوى جسر واحد. ناشدتك الله يا أبت ألا تعيده إلى مكانه، ألا يكفي ما فعله ميزابك بأمير المؤمنين؟ لست أنا من عاده، بل الفاروق نفسه هو الذي أعاده. كيف؟ ولم؟ قصدت المسجد بعد أن بدل عمر ثيابه، واقتربت منه بعد انتهاء الصلاة، وقلت له: والله إنه الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمسك بيدي وأخذني إلى حيث الميزاب وقال: أعزم عليك أن تصعد على ظهري وتعيده إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلت. أهل دمشق استعدوا جيدا، شهران من الحصار وما زالوا يقاومون. لم يبقى إلا اقتحام الأسوار. الأسوار عالية والأبواب متينة، هل سنقتحمها؟ طبعا، لن نعدم وسيلة لاقتحام هذه المدينة. يا أمير المؤمنين، أخبار جاءتنا عن معركة الجسر الرهيبة بين جيش المسلمين والفرس، وما حدث لأبي عبيد أمير الجيش. هل من أخبار سيئة؟ نعم، هزم الجيش واستشهد أبو عبيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. رحم الله أبا عبيد، كان أول من انتدب بين الناس وأول من استشهد في أهله.
وغفر له عبوره الجسر للقاء الفرس بجيشه القليل العدد. لم يبقى مع المثنى عندما تولى القيادة إثر استشهاد أبي عبيد إلا 3,000 أو 4,000 جندي قد يبتلعهم الفرس بدون رحمة.